السلام عليكم، مساء النور من جديد. رجعنا لكم مع الشغل الجديد ان شاء الله. راح نبداو فيه اللي هو توجور مع انقلابات في طبع الموال. دونك انقلاب ديالنا تاع اليوم سي انقلاب زاني المليح. اوكي، او معروف في خدمة في الشابيخ بزاف تانيت. دونك شابي اندلو ان توكا لي دو. اوكي، نبداو على بركة الله. انقلاب زارني المليح سير جيتار، نبداو في لا جيتار ومن بعد نروحو لا موندولين كيما العادة. اوكي، دونك نبداو بالكريسي ومن بعد ندخلو للشغيول. بون، راح نبدا بلا ريبونس ميوزيكال باش نسمعوها نعرفو كيفاش يتلعب، ومن بعد نبدا في الكلام وتجور فيه المطلع ديالو، ومن بعد من المطلع نعاودو نرجعو للبيات. اوكي، نراقب النجوم يلي
لا بارتي نتاع نراقب النجوم يخدموها دو دو فاسون. كاين اللي يخدمها بلا فاسون هذيك نجوم يا ليل، كاين اللي يخدمها دو سيت فاسون نورمال. نراقب النجوم، اوكي. كاين اللي يزيد يا ليل، كيف كيف نبدا بالكريسي وندخل في الشغل. باش تتبعوا معاها لي نوت، داكوغ؟ ديروها بالعقل وتبعوا لي نوت الا ما لقيتوش في بلاصتو. بيان سور لازم يكون الانسترومون ديالكم قاعد بيان كوم الفو، داكوغ؟ دونك شويه شويه نزيدو نقصحو شويه في الشغالات. دونك الفو بيان سو كونسونتري اي توجور نيزيتي با دو دوموندي نيمبورت كوا لحد الحوايج اللي ما فهمتوهمش ولا ما لقيتوهمش تو. Donc n'hésitez pas, laissez-lui un commentaire, soit bien négatif ou la positif. Yani, comme on dit, on a besoin de tout apprendre. Et la musique, c'est un monde infini. Yani, il n'y a jamais de limite. Il n'y a jamais de limite dans la musique. Donc, à chaque fois, on apprend de nouvelles notes, à chaque fois, on apprend de nouvelles techniques. Et voilà. Donc je suis là à votre service et on vous dit à la prochaine séance inshallah, à la prochaine vidéo inshallah. Tahalla fi rahatikum et à très bientôt. Salam.